تعلن الهيئة التربوية التعليمية بلبنان بالتعاون مع مجمع العناية الأهلية وبمناسبة عيد الأضحى عن مهرجان الأضحى للسنة الثانية على التوالي بطرابلس أبو سمرة ضمن مجمع العناية الأهلية بأجواء عائلية نظيفة ومميزة. ألعاب نفخ، ألعاب مائية، ألعاب كهربائية، مسابقات وجوائز للأطفال. 4 أيام العيد واليوم الخامس كمان. فترة صباحية من 8 إلى 12 الظهر، فترة مسائية من 4 إلى 1 ليلا. قسيمة اللعب بس ب 100,000 ليرة. حجوزات خاصة للجمعيات والمنظمات ومراكز التعليم. لمزيد من المعلومات 03-18-00-49. مهرجان الأضحى فرحة لكل الأطفال. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. الله الله.